مشاهدينا متابعينا يسعد صباحكم دائما من مدينة طول كرم. اليوم وداع حجاج بيت الله الحرام الساعة 4 صباحا، سيكون برفقتي من وراء الكاميرا علاء الجلاد وبراء عمر في تغطية مباشرة لوداع حجاج بيت الله الحرام إلى الديار الحجازية لتأدية مناسك الحج. كل عام وأنتم بخير، حج مبرور، سعي مشكور وتجارة لن تبور. سنكون وإياكم في هذه التغطية المباشرة في هذه اللقاءات وأجواء الوداع من قبل الأهالي في محافظة طول كرم. ابقوا معنا في هذه التغطية دائما من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد. النهائم عسى تقبلني خادم بين الزوار، عسى تقبلني خادم بين الزوار. مشاهدينا ومتابعينا يسعد صباحكم من ما كنت في وداع حجاج بيت الله الحرام إلى الديار الحجازية من أبناء محافظة طول كرم. يسعد صباحك، يعني تحضيرات متواصلة من أجل مغادرة طول كرم إلى الديار الحجازية، ما تقول في هذه اللحظات؟ الحمد لله رب العالمين، هذه من أسعد اللحظات التي نعيشها، وأتمنى من الله أن يحج كل مسلم وأن يطعمها لكل مسلم، وكل إنسان مقتدر على الحج عليه أن يبادر ويسرع إلى التسجيل لأداء فريضة هذا الحج. وهل كانت هناك من مديرية الأوقاف تحضيرات خاصة وأيضا ترتيبات وإرشادات للحجاج؟ أكيد طبعا، مديرية الأوقاف لها الدور الكبير ولها الباع الطويل يعني في التحضيرات، وهي مشكورة سلفا لما تقدمه وما ستقدمه لنا في الديار الحجازية. شكرا لك. إذن نتواصل معكم مشاهدينا وتابعينا في هذا الصباح المبكر دائما مع حجاج بيت الله الحرام. يسعد صباحك وحج مبرور سلف. الله يحليك ويرضى عليكم، وإن شاء الله عقبال العايزين، والله يطعمها لكل مشتي يا رب. يعني هذه فرحة ليس كأي فرحة، يعني أحلى من فرح، يعني أحلى فرحة في العمر كله، يعني ما في شيء. الواحد الإنسان أدى يعني كل اللي عليه من واجبات، من ترباية، من تعليم، من كل شيء، ضل علينا إن بس نرضي ربنا، وبالحمد لله رب العالمين. الله أنعم علينا بهذه الفريضة وأدائها وأعطانا إياها، وإحنا لسه أقوياء الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله بدعي لكل إنسان إنه يستغل قوته في طاعة الله فقط لا غير. طيب رسالتك للحجاج قبل السفر إلى ديار الحجاز؟ إنهم يكونوا متعاونين، متسامحين، طولين بال، يعرفوا هني رايحين يعني رحلة، يعني بدي أقول لك إيمانية، رحلة تعارف، رحلة محبة، ورحلة صداقة. يعني السفر يسفر عما في داخل الإنسان، فلذلك يعني المفروض على الإنسان إنه يطلع كل إشي منيح عنده، المساعدة، المسامحة، العفو، وطاعة. يعني لازم يكون الطاعة حق، يعني يعطي طاعته ربنا حقها. إن شاء الله حج مبرور ودائما بالتوفيق، ومبروك من شاشة التلفزيون الفجر الجديد. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. وبعدين شاشة الفجر الجديد هي سباقة، ودائما بتغطي كل الأحداث اللي بتحصل في طول كرم وفي جميع أنحاء المحافظة. وإن شاء الله راح نكون معكم مباشرة من الديار الحجازية. إن شاء الله، الله يعطيكم العافية وشكرا لكم. تواصل معكم مشاهدينا وتابعينا في هذا الصباح المبكر دائما في وداع حجاج بيت الله الحرام من أبناء محافظة طول كرم إلى الديار الحجازية. مبارك من شاشة التلفزيون الفجر الجديد، يسعد صباحك، تعرفنا حالك؟ صباح النور، باسل المعروف، الحاج باسل المعروف عبد الرازق. عبد الرازق من وين حضرتك؟ من رامين. اليوم بداية الرحلة، ماذا تقول في هذه اللحظات؟ والله اللحظات لا توصف، يعني احنا من نروح بإذن رب العالمين على بلاد الحجاز نقدم أداء مناسك الحج، وربنا يوفقنا ويسر الأمور. يعني التحضيرات المسبقة ل... يعني الحمد لله رب العالمين، كل الإجراءات المطلوبة الحمد لله رب العالمين تمينا فيها وأكملناها، يعني الحمد لله. والحج صباح الخير. صباح النور. أنا عزية صبر رامين. أهلا وسهلا فيك.
اهلا وسهلا فيك. يعني كيف تحضيرات يا حجي لهذه الرحلة الإيمانية؟ والله حضرنا كل شيء اللي انطلب منا، وان شاء الله رحلة موفقة، وان شاء الله نزور النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع بسلام ان شاء الله بإذن الله. وهل سيكون هناك ايضا دعاء لفلسطين في ان شاء الله للجرحى وللشهداء ولجميع افراد الأسرى ولجميع الشباب اللي بدفة فلسطين؟ نعم. شو بتوجه رسالة للحجاج؟ وصل للحجاج انهم ان شاء الله انهم منوتهم ينولوها وروحوا بالسلام لاهليهم، وان شاء الله بخير بروحوا. حج مبرور ان شاء الله. الله يسعدك، خلي اولادك. شكرا لك. إيمانية وبداية الرحلة إلى ديار الحجازية، ونلتقي مع الحاج سعد تيم من فرعون. حاج سعد، يعني اليوم ترتيبات خاصة ورحلة إيمانية، لحظات عظيمة. الحمد لله رب العالمين. نتمنى على الله أنه الله سبحانه وتعالى يغفر لنا كل ذنوبنا، وإن شاء الله نكون صادقين مع الله ومع أنفسنا ومع وطننا إن شاء الله. وماذا توجه رسالة للحجاج بيت الله الحرام؟ أن يكونوا صادقين مع الله عز وجل، هذا أهم شيء، أنه الإنسان يكون خالص النية لله عز وجل. وكيف كانت الترتيبات المسبقة من قبل مديرية الأوقاف أيضا بالنسبة لاستعداد الحجاج للسفر بشكل عام؟ والله الحقيقة أنا كنت غايب عن الواقع، لأن أنا يعني من 12 سنة وأنا بسجل مشان هذه اللحظة، من 12 سنة متتاليات باستمرار وأنا بسجل، حتى أنه ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا إياها إن شاء الله. وإحنا نقول لك بشاشة التلفزيون الفجر الجديد ألف مبروك. الله يبارك فيكم، إن شاء الله عقبال عندكم وكل عقبال كل إنسان مشتهي إن شاء الله، إنه الله سبحانه وتعالى يتمم عليه ويقبله إن شاء الله بقبول حسن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله في هذا الصباح الاستعدادات على أتم وجه لتسيير القافلة الثاني لحجاج بيت الله الحرام، واليوم السبت تم التنسيق مع المعابر في من أجل هذا الأمر. في عندنا اليوم 23 باص من شمال الضفة الغربية اللي هي القافلة الثانية، وإن شاء الله القافلة الثانية يوم غد حوالي 40 باص. الحمد لله مستعدين لكل الأمور، وعندنا في عندنا شركة البيت المعمور جميع الجوازات جاهزة وكل حجاجنا جاهزين للسفر. طب حاج سعد، يعني إذا اعترضت هناك أي مشاكل أو معيقات، أنتم كشركة أيضا التواصل ما بين تسهيل مهمة الحجاج أو تدليل أي عقبات إذا تمت؟ إحنا على تواصل مباشر مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سواء في رام الله أو في بعثة الوزارة في المدينة المنورة أو بعثة الوزارة في مكة المكرمة. فالتنسيق بيننا على أكمل وجه من أجل تسهيل دخول الحجاج إلى المدينة المنورة ومن ثم إلى مكة المكرمة إن شاء الله. هل من تعليمات وإرشادات ورسالة للحجاج بيت الله الحرام؟ نتمنى لجميع الحجاج الذين لم يحالفهم الحظ أن يحظوا بالسير إلى بيت الله الحرام في العام القادم إن شاء الله، ونتمنى لحجاج هذا العام رحلة ميسرة
ومقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك حج من شاشة تلفزيون ألف الجديد. أجواء دائما رائعة جدا ومميزة في هذا الصباح المميز، حضور مميز، وأيضا دائما من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد. وداع حجاج بيت الله، يسعد صباحك حجي. صباح النور. كيفك حجي؟ الحمد لله رب العالمين. يعني كيف عملية الوداع في هذه اللحظات؟ الحمد لله رب العالمين. رتبت أمورك للحج؟ إن شاء الله كل شيء جاهز إن شاء الله. شو بتقول لحجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم؟ معاكي أنا عارف أن فرحة لا توصف. إن شاء الله يطعم على كل الناس يا ربي. طب وشو بتقول للأحباب واللي بدك تتركيهم تروح على الديار الحجازية؟ الله يسهل علي وعليهم. طيب حج مبرور يا حجي. طيب أجواء رائعة جدا في هذا الصباح، رحلة إيمانية ليست كأي رحلة، الكل ينتظر هذه اللحظات، وبعد مسيرة طويلة من الانتظار والتسجيل حتى حصل البعض على هذه الرحلة وهذه الموافقة إلى الديار الحجازية. دائما سنكون معكم في تغطية مباشرة من خلال هذه الشاشة وأجواء وداع حجاج بيت الله الحرام دائما في هذه الجولة وهذا الصباح المميز والرحلة الإيمانية دائما برفقتنا من وراء الكاميرا علاء الجلاد براء عمر، ومني أنا منتصر العنان في إعداد التقديم. يسعد صباحكم ودائما دائما في هذه الرحلة الإيمانية الخاصة والمميزة. تعال أجواء خاصة. طيب استعدادات وتحضيرات دائما. يسعد صباحك يا حج. صباح الخير. يعطيك العافية. الله يعافيك. تعرفنا حالك. يوسف محمود فوقها. أهلا وسهلا فيك حج. أهلا فيك. يعني حج تحضيرات مسبقة وأيضا استعداد لهذه الرحلة. كيف هي استعدادات؟ الحمد لله كل شيء تمام والأمور ماشية على أحسن وجه إن شاء الله. كل شيء مرتب وجاهز مسبقا. كل شيء مرتب وجاهز مسبقا. طب أجواء أو رسالتك للحجاج أيضا لديها الحجاج. إن شاء الله الكل ربنا بيعطيه وبحج برضه، وإن شاء الله أنه بس يلتزموا بالنظام الحجاج من دون ما يحاشروا، ويكون كل شيء بنظام وكل شيء ما يضيعش حجته الواحد عشان اشي فاضي، يعني كلام ويتعصبن على اي شيء. نعم هذا هي اهم شيء. يعني طبعا حج سؤال، يعني يعود الانسان كما ولدته امه، يعني طفل صغير اكيد اذا نفذ الاوامر ربنا انه بدون ما اذاش حدا، ما لا يرفض ولا يفسق ولا طبعا، وطبعا ما يكونش حقوق العباد هي اهم شيء برضه، انه يكونش ماكل حقوق العباد، يعني كل واحد مدي حقه، يعني اما اذا ماكل حقوق العباد ما بتنزل عن لو حج قد ما يحج. نعم احنا بنقول لك حج مبرور من شاشه التلفزيون. الله يبارك فيك ويعطيكم الف عافيه. شكرا لك. يسعد صباحك يا حج والف مبارك سلام. الله يبارك في عمرك ويخليكم ويطول عمركم ان شاء الله. يعني حج استعدادات مسبقه، وكيف هي النفسيه للذهاب لديها الحج؟ الحمد لله والله صلنا سنين ننتظر فيها، والله اعطانا اياها بالكره باذن الله، وان شاء الله بنتامل انه زوجتنا الثانيه تلاحق في الملحق قريبا جدا ان شاء الله. ان شاء الله. طب انت يعني كيف شايف الفرحه؟ انت مختلف عن اي فرحه؟ يعني هذه فرصه العمر اللي بيتمناها الشخص، واحنا والله كمان بالنسبه لعيالي عايشه نفس الظروف، طعمت وجهزت حالها وتنتظر موافقه الوزاره انها تلحقني على الحج ان شاء الله في الاستراحات اللي قدمناها. نعم يعني حج يعني ماذا تقول في هذه اللحظات؟ ايضا نتمنى ان شاء الله يصح لنا نروح مع زوجي ان شاء الله نتمنى ان شاء الله. هاي الفرحه مختلفه عن اي فرحه؟ طبعا فرحه كبيره، هاي كل واحد بيتمنى هاي الفرحه. طب شو بتوجه رساله للحجاج؟ ان شاء الله يروحوا ويجوا بالسلامه وربنا يرجعهم بالسلامه. مبارك يا حجه، ومبارك لك وان شاء الله تروح ترجع بالسلامه. حج مبرور من شاشه التلفزيون. شكرا لكم. شكرا للتلفزيون الفجر الجديد على الجهود الجباره. الهي اجعل لي قبري نورا واغفر لي، وإذا مت إلهي اجعل لي في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع خير الرسل يا ذا المنى يا ربي، يا ذا المنى يا ربي. نتواصل معكم من شاشة تلفزيون الفجر الجديد في لقاء حجاج بيت الله الحرام. يسعد صباحك أولا ومبارك سلام. مبارك للجميع إن شاء الله، ومبارك لأهل طول كرم كلهم إن شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يهدي بالنا وبالكم إن شاء الله،
وربنا سبحانه وتعالى يمضي الايام اللي جايه على خير ان شاء الله، وربنا ينولها لجميع ان شاء الله الاهل والمحبين ان شاء الله. يعني شعورك بقبول هذه الرحله الايمانيه؟ والله ما شاء الله شعور لا يوصف حقيقه يعني، بس الحمد لله رب العالمين ان شاء الله، نسال الله القبول. وكيف ترتيباتكم لحد الان؟ ممتاز يعني، فيش إشي لسه ما بدناش. طيب ماذا توجه رسالة الحجاج بيت الله الحرام قبل المغادرة؟ والله هي وصية رسول الله ووصية الله سبحانه وتعالى، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني بتأمل إن شاء الله من جميع الحجاج أن يحافظوا على هذا الشيء، وهذه هي يعني درس لما بعد الحج، أنه نحافظ على رباطة الجيش، ونحافظ على انضباط، نحافظ على الطاعة، على بس هذا اللي بقول بقدر. احنا بنقول لك مشاهد التلفزيون الفجر الجديد الف مبروك، يسعدكم ان شاء الله. شكرا لكم. وانا لمدح محمد ويا شيخ صلي عليه، ونرجو من فضل المولى يمتعنا وننظر اليه، نرجو من مبروك منتصر، الله يبارك فيك. كيفك يا حاج؟ الحمد لله رب العالمين. كيف الاجواء والتحضيرات؟ اي والله تمام، ممتاز جدا، كل شيء تمام ان شاء الله تعالى. هل من ارشادات مسبقه من قبل وزاره الاوقاف ومديريه الاوقاف حسب التعليمات؟ والله كلها ممتازه وعملوا ارشادات اللازمه. وماذا توجه رساله للحجاج قبل السفر؟ ان شاء الله ان يكون بينهم تعاون وحده واحده، ويدعوا لفلسطين ان شاء الله بالنصر، للمسلمين بوحده الكلمه، وخلصنا من اللي احنا فيه وهدي بالنا ان شاء الله. شكرا لك يا حج. اذا اجواء ايمانيه ورحله ايمانيه ليست كاي رحله، يعني ماذا تقول في هذه اللحظات؟ والله بقول الحمد لله رب العالمين، ربنا يسر لنا الامر وفي هذه الحج المبرور ان شاء الله، ونتمنى من الجميع ان يصل للبلاد الحجازيه بامان وباستقرار. ونوجه التحيه الى القائمين على هذا مديريه الاوقاف، مديريه الاوقاف نعم بشكل عام وبشكل خاص، ونتمنى من الجميع الوصول الى البلاد الحجازيه. مبارك مبارك لكم، ودائما معكم من خلال التغطيه المباشره من شاشه تلفزيون الفجر الجديد، واجواء الانطلاق والتحضير للانطلاق للديار الحجازيه. يسعد صباحك والف صباح مبروك. خير الله يخليك يا رب. يعني ماذا تقول بهذه اللحظات في اثناء الوداع؟ اقول بودع الشعب الفلسطيني من هان، من المنطقه من هان على، ومسافرين لكل الحجاج ان شاء الله بنتمنى لهم كل خير، سفره من مامونه مليحه ميسر ان شاء الله. كيف هالرحله؟ نعمه والحمد لله رب العالمين. شكرا حجي، يعني شعور عظيم في هذه اللحظات. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. كل في هذه اللحظات يا حجي سلامتك، والله كل خير ان شاء الله. شو بتوجه رساله للحجاج ايضا؟ انه الله يوفقهم ويعطيهم الصحه والعافيه. مبارك من شاشة تلفزيون الفجر الجديد، بنكمل معكم المشوار، وأيضا يسعد صباحك. يسعد صباحك على بيك. استعدادات فرحة الذهاب إلى الديار الحجازية؟ الحمد لله رب العالمين. نعم. من فضل الله، يعني ربنا أنه تمم لنا أنه نروح الحج، أنا والحج إلنا 9 سنين مسجلين، الحمد لله رب العالمين، ربنا اخترنا نروح الحج، الحمد لله رب العالمين. يعني هل أنتم جاهزين أيضا بالترتيبات الخاصة والإرشادات المسبقة؟ الحمد لله رب العالمين، جاهزين من كل شيء الحمد لله رب العالمين. حجة ماذا تقول في هذه اللحظات حجة؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكم من بنستنى بها الله اعطانا اياها الحمد لله. شكرا. الله اعطانا اياها ان شاء الله، بكف معانا وبكف مع الحجاج كلياتها، والله يروحهم سالمين ان شاء الله. مبارك يا حج سلف. اذا من شاشه تلفزيون الفجر الجديد يسعد صباحك ومبارك. مبارك فيك. يعني اول مره؟ اول مره الحمد لله. كيف الفرحه؟ الحمد لله، الله يطعمها لكل الناس. شو توجه رسالة للحجاج؟ الحمد لله، نروح ونيجي إن شاء الله بالسلامة. إن شاء الله. إن شاء الله الله يعطيها لكل الناس. الحمد لله. مبسوطين بهاي الرحلة؟ الحمد لله. كل ترتيبات جاهزة؟ الحمد لله، كل شيء جاهز.
شكرا لكم ومبروك. مبروك عن جولة. شوف يسعد صباحك ومبروك من شاشة التلفزيون الجديد. حياك الله. كيف الأجواء؟ 100% الحمد لله رب العالمين. الله يتمم بخير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. مستعد أحد؟ فرحان مستعد كثير إن شاء الله الحمد لله رب العالمين. بعد كده يعني الدور يعني لا من أول مرة صحيح. أول مرة. لسه لك مسجل أول مرة. أول مرة. نصيبك. من كفى نعم حياك الله. مبارك حجي. كيف الأجواء؟ الحمد لله الحمد لله. مبسوطين والله. الله يطعمها لكل الناس ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا حجي ان شاء الله يسلم. مبارك مبارك حجي يسعد صباحك ومبارك. الله يسبحك بالله بانوار النبي يعني لله يعني رب العالمين ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. انتم ما شاء الله عليكم والله يطرح البركه بين يديكم. كنتوا مستعدين للشيء؟ الحمد لله كل شيء جاهز من فضل رب العالمين. الحمد لله. كيف بتوجه رساله للحجاج؟ بوجه لهم ان شاء الله نروح ونيجي سالمين ونؤدي مناسك الحج ان شاء الله بسلام وبخير ان شاء الله نرجع سالمين على ديارنا واولادنا ان شاء الله. الله يسعدك ويسر امركم يا خالد. مبارك حجي مبارك مبارك. نشوف اول شيء يسعد صباحك ومبارك سلف. صباحك الله يبارك فيك. شو وجهك مفتح؟ الحمد رب العالمين. كيف الرحله؟ ان شاء الله تكون ممتازه وموفقه ان شاء الله رب العالمين. اول مره؟ اول مره. يعني بعد قديش؟ بعد 7 سنين. بعد 7 سنين. 2009 مسجلين. 2009. مبارك حجي مبروك. بارك عمرك ان شاء الله. الله يبارك فيك. مبسوطه كثير يا حجي؟ الحمد لله رب العالمين. مبسوطين من رب العالمين ومن جميع الناس يا رب العالمين. الله يوفقنا يوفقكم كلياتكم والله يعطيكم ان شاء الله الصحه والعافيه. حج مبرور يا حجي. حج مبرور. اذا اجواء مرحبا. اهلا فيك. الله يسلمك. سلم عمرك يا حجي. الله يبارك فيك. يعني كيف الاجواء؟ الحمد لله ان شاء الله. نشكر الشركه على استعداداتها كامله للحجاج وان شاء الله انهم يوصلوا سالمين غانمين باذن الله الكريم ويروحوا بالسلام ان شاء الله. بعد قديش الحج؟ الله يجعله. بعد قديش الحج؟ والله صار مسجله 4 سنين. 4 سنين. شو بدك تشتغل للحجاج؟ ان شاء الله يروحوا سالمين ويروحوا سالمين. اللهم يجعلوا ربنا حج مبرور وسعي مشكور وتجاره لن تبور ان شاء الله باذن الله الكريم ان شاء الله. مبارك. بنكمل معكم في الاجواء المميزه والخاصه مع حجاج بيت الله الحرام. طيب يسعد صباحك. الله يسعد الصباح. شو اول مره؟ الحمد لله اول مره. فرحان ما شاء الله. ما شاء الله الحمد لله. فضل انت والحجه. الحمد لله. بعد قديش؟ بعد 5 سنين. بعد 5 سنين. شو بتوجه رساله؟ وجه رساله الله يطعمنا كل مشتهي اول شيء يعني. نعم الحمد لله نعمه من الله يعني مش انه تطلعش لاي واحد. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حجة شو بتقولي في هاللحظات؟ نشكر الله على كل حال. الحمد لله والف الشكر لكم واحنا الحمد لله ان شاء الله ربنا يوصلهم الجميع بالسلامه. الله يطعمكم الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. عقبال عندكم. الله يوفقكم. الله يبارك فيك. شكرا لك. جزاك الله. نشوف. طيب نشوف. يسعد صباحك. صباح الخير. مبارك. الله يبارك فيك يا عم استاذ يعني منتصر. الله يخليك. الرحله وما شاء الله الانبساط والنور ان شاء الله. الله يبارك فيك يا سيدي. الله يخليك. كيف كان يعني كيف كان وقع قبولك في؟ والله الحمد لله كانت الامور ميسره والله استاذ منتصر. سجلنا الحمد لله وطلعنا بالقرعه من اول مره ان شاء الله الحمد لله رب العالمين. قديش صليت؟ والله اول مره. اول مره. والله الحمد لله رب العالمين. مبارك. الحمد لله. الله يبارك فيك. خلينا بوجه رساله للحجاج. بوجه الحجاج ان شاء الله نكون طويلين البال ونتعامل بحسن ونؤدي هالفريضه اللي علينا بشكل جيد ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. وحج مبرور. حج ما شاء الله يعني رحله مميزه وقبول من اول مره. الحمد لله احلى رحله والله. الحمد لله رب العالمين. مبسوطين كثير. طب يعني هاي الفرحه بتتمنيها لغيرك؟ طبعا الله يطعمها لكل مشتهي يا رب. يا الله نتمناها ان شاء الله. الله. حج مبرور يا حجي. شكرا لك. بالسلامه بالسلامه. اذا بنكمل معكم. صباح الخير يا حج. مبارك يا حج. الله يرضى عنك. ما شاء الله الوجوه مفتحه ونيره بهذه الرحله. الحمد لله الحمد لله رب. كل هاللحظات العظيمه هذا شيء لا يوصف سبحان الله. الانسان لما هذه رحله العمر الحمد لله رب العالمين. نتمناها لكل مسلم ان شاء الله دائما ان شاء الله. مبروك يا حج. بارك فيك ويرضى عليك. الحمد لله رب العالمين. هذا شعور بنوصفش. الحمد لله ان شاء الله ربنا بيكتبها لكل المسلمين. تشعر انك شاب يعني وطالع على الحج افضل بكثير من يطلع هو كبير السن؟ طبعا شيء اكيد الحمد لله. لان واحد كان معه صحته وعافيته بنقدم مناسكه صح ان شاء الله. من اول مره ولا؟ اول مره والله سجلته اول مره طلع لي. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك. مبارك. اذا دائما مع حجاج بيت الله الحرام في هذه الجوله. مبروك كمان مره يا حاج. الله يبارك فيك ويعطيكم يعني الف عافيه. فرحه كويسه اكيد يعني شو ما شاء الله.
الحمد لله. طيب يعني انت هاي فرحتك بتوجه رساله للحجاج وايضا للناس اللي لحد الان ما نالوها. ان شاء الله الكل ربنا بيعطيه وبنولها، لانها فعلا يعني منسك ما في بعده يعني، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله، وربنا ان شاء الله يتقبل من الجميع، وان شاء الله الحجاج بيلتزموا في النظام وما يعملوش فوضى، هي اهم شيء، والمحاشر والشيء يعني هاي ما بتجيب الا الاذى للحجاج. نعم بده يتحمل هالرحله. يسعد صباحك يا حجه مبارك. الله يبارك فيك اهل الخالد. يعني الرحله يا حجه وهالشعور. لا ان شاء الله الحمد لله رحله ان شاء الله لها منيحه ومميزه، والحمد لله رب العالمين الله يعطيها لكل مشتهي. الله يعطيها لكل مشتهي. امين يا رب العالمين. الحمد لله ورحله منيحه ان شاء الله موفقه يا ربي ان شاء الله. اذا امنيات لكل الناس اللي بيحصلوا على هذه الحجه. يسعد صباحك ومبروك الحجه. الله يبارك فيك. الحمد لله. اول شيء يعني انت كيف لحظات الحمد لله الوداع للديار الحجازيه؟ الحمد لله من كل واحد. من وين حضرتك؟ من متين. اهلا وسهلا فيك. اجواء كويسه ولا شو؟ الحمد لله تمام. تحضيرات تمام الحمد لله. حجه دعواتك شيء؟ الحمد لله رب العالمين. اول مره الحمد لله. نعم. الله يطول عماركم. والله الحمد لله مبسوطين كثير. رحله موفقه ان شاء الله. والله الحمد لله. الله يبارك فيكم. الله يرضى عليكم ويوفقكم. الله يسلمك. اذا اجواء مميزه وخاصه. يسعد صباحك كمان مره. اجواء مميزه لحظات عظيمه. الله يصبحكم ويربحكم ان شاء الله ويبارك فيكم ان شاء الله الجميع. حبيبي حبيبي الله يبارك فيكم ان شاء الله. الله نسال الله التوفيق ان شاء الله للجميع ان شاء الله. بارك الله فيكم ان شاء الله. وانا لمدح محمد ونظراني صباح الخير اولا ومبارك للحجاج بيت الله الحرام من ابناء محافظه طول كرم. اهلا وسهلا. تحضيراتكم لهذه الرحله؟ الحمد لله رب العالمين. احنا ان شاء الله مجهزين حالنا وحاضرين لهذه الرحله، وعاملين على ان شاء الله رب العالمين على راحه الحجاج بمشيئه الله سبحانه وتعالى. التنسيق ما بين المحافظه ايضا وشركتكم والديار الحجازيه في المملكه العربيه السعوديه تسهيل مهمه الحجاج. نعم، هي ان شاء الله في هذه السنه اختارت السعوديه اللي هو التنسيق الالكتروني مشان يسهل على الحاج، بحيث أنه كل حاج يأخذ سوارة بالدلالة عليه خوفا عليه من الضياع، وإن شاء الله بتكون إن شاء الله مميزة هذه السنة عن كل السنين إن شاء الله. وأنتم أبو إسلام يعني كشركة الصفا والمروة تحضيراتكم لهذه الرحلة الإيمانية قبل قديش كانت، وهل تمت الاستعدادات كاملة؟ نعم الحمد لله رب العالمين تمت الاستعدادات لهذه الرحلة، وإن شاء الله رب العالمين سنكون جاهزين إلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وماذا توجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام؟ الصبر والتعاون، يكون إن شاء الله رب العالمين متحابين في الله سبحانه وتعالى. شكرا لك حاج بالتوفيق. هنيئا لمن حج البيت، هنيئا لمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد الرسول الأمي الأمين. وزارة الأوقاف أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لسفر حجاج بيت الله الحرام، واليوم يغادر الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام. هناك طاقم وزارة الأوقاف بانتظارهم في أريحة، وطاقم آخر في انتظارهم من الجانب الأردني، وآخر في حالة عمار، وآخر في مدينة الحجاج، وآخر في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. طبعا وصية لحجاج بيت الله الحرام، أقول لهم أنكم سفراء لفلسطين في هذا المؤتمر الذي ينعقد في مكة مرة في كل عام. أعضاء هذا المؤتمر ليس الملوك والزعماء ولا رؤساء الوزراء، وإنما هم الحجاج المسلمين من كافة بقاع الأرض، منهم من ينطق بالعربية، ومنهم من ينطق بالعجمية، ومنهم من ينطق بغير ذلك. وبالتالي أقول لحجاج بيت الله الحرام أنكم سفراء لفلسطين في هذا المؤتمر، فما عليكم إلا أن تعكسوا صورة حسن عن فلسطين. حدثوهم عن فلسطين، حدثوهم عن المسجد الأقصى، فهم بأمس الحاجة لسماع أخبار المسجد الأقصى. حدثوهم أن الوصول إلى مكة المكرمة هو أسهل بكثير من الوصول إلى القدس. أسأل الله عز وجل السلام لحجاج بيت الله الحرام، وأن نعود سالمين غانمين بإذنه تعالى. أبو لاتك سؤال أخير وباختصار، أخذ العبر من السنوات السابقة لحجاج بيت الله الحرام، تسهيلات جديدة للحج. شيء طبيعي جدا. وزارة الأوقاف على الرغم من حدثات سنها إلا أنها يعني تعمل على تطوير أدائها في كل عام. ففي هذا العام مثلا هناك شيء لم يحصل في السنوات السابقة
السابقة، وهي الخيم في عرفة كخيم دول الخليج لم تعد كالخيم السابقة، وبالتالي كان هذا السبب هو فارق نقدر نقول 100 دينار أو 200 دينار عن تسعيرها في العام الماضي. حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور الشرق. بارك الله فيك، شرق وعندك سال منتصر. مع صوت تقبلني خادم بين الزوار، عسى تقبلني خادم بين الزوار. يمي نحو المدينة ترى الأنوار، يمي نحو المدينة ترى الأنوار. تهانينا لحجاج بيت الله الحرام، يسعد صباحك، كل عام وانت بخير. انت بخير. يعني أجواء ورحلة إيمانية موفقة، تحضيرات لهذه الرحلة، والشعور في هذه اللحظة؟ الحمد لله، الحمد لله اللي الله أعطانا هاي الحجة، يعني الحمد لله وشكر الله، هذا هو. قديش قعدتي يعني لجهة؟ 10 سنين. 10 سنين؟ آه. طيب شو توجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام؟ يعني الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال، فالواحد بده يصبر، بده يكون عارف انه رايح لبيت الله الحرام، ونكون صورة لفلسطين، هذا اهم شيء ان شاء الله. حج مبرور من شاشة التلفزيون فجر جديد، يسعد صباحك يا حجي. اهلين، الله يسعدك. كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. مبارك سلام، الله يبارك في عمركم يا رب. يعني تقاعد وحجي مباشر؟ الحمد لله. نعم. لنا 10 سنين يا أستاذ. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ومبارك. يعني ماذا تقول في هذه اللحظة؟ والله بقول أحمد ربنا سبحانه وتعالى وأشكره إنه ربنا أعطانا هذا الحج، وإحنا لازلنا أقوياء، لأن إحنا من 2006 وإحنا منسجل للحج، والحمد لله يعني إحنا آخر من سجل في البلد. وإن شاء الله ربنا يعيننا على أداء المناسك إن شاء الله. إن شاء الله. مبارك. بارك الله. مبارك. إذن أجواء إيمانية ورحلة إيمانية خاصة، يسعد صباحكم ومبارك. صباح الخير، الله يبارك فيك وخليك. يعني إلى ديار الحجازية وفرحة ليست أكأي فرحة. أكيد فرحة. من واحد شكل. أنا من علار. من علار، أهلا وسهلا فيك. يعني كيف هاي اللحظات هلا؟ والله أنا سعيد جدا، يعني إن لا هاي اللحظات يعني بقدرش أوصف لك إياها، لأن أنها يعني في انتظار طويل كنا إلها، يعني من بعد كم سنة؟ 10 سنوات. 10 سنوات. نعم. الحمد لله رب العالمين إنه ربنا أطعمنا إياها، وإن شاء الله بطعمك إياها وبتفرح وتنصد إن شاء الله. يسعد صباحك ومبارك. الله يبارك فيك. من وين حضرتك؟ من طول كرم. أهلا وسهلا فيك. كيف هذه الرحلة وكيف الفرحة هذه الرحلة؟ والله لا توصف، الحمد لله رب العالمين، يعني بستناها الواحد منذ سنوات، الحمد لله رب العالمين، ربنا استجب لنا والحمد لله رب العالمين. بعد كم سنة؟ والله احنا اول سنة. مبارك، الله يبارك فيك. طيب شو بدك رسالة للحجاج؟ يلتزموا بتعاليم الاسلام، بتعاليم الدين، يعني كرسوا هاي رحلة للعبادة. نعم، شكرا لكم. مبارك. مبارك. اذا دائما مع حجاج بيت الله الحرام. يسعد صباحك حج، يعني اجواء ورحله ايمانيه خاصه إن شاء الله. متوجهين للديار الحجازيه، ما تقول في هذه اللحظات ايضا؟ ان شاء الله نتمنى التوفيق، وكل ان شاء الله طريق ميسره، الله يوفق الجميع. يعني قبل السفر هل اخذتم ارشادات خاصه بالنسبه لمناسك الحج؟ ان شاء الله، الحمد لله. نتمنى لك رحلة موفقة وحج مبروس. يعني مشكور من شاشة الله يديمك يا رب. الله يديمكم يا رب، ودائما الشاشة الفجر الجديد إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. إذا يسعد صباحك، مبارك أحد سلف. الله يبارك فيك. الله يعني حيك. النور يشع بهذه الرحلة. كيف؟ النور يشع بهذه الرحلة. الله يبارك فيك، الله يخليك، هذا من فضل الله رب العالمين علينا إنه إحنا نطلع السنة للحج. ويعني شعور هذه أكيد، يعني الحمد لله رب العالمين إنه ربنا يعني أكرمنا ومن علينا إنه نطلع الرحلة هاي كمان مرة. كم سنة؟ بعد كم سنة يا حج؟ كيف؟ بعد كم سنة؟ والله أنا حجيت قبل هالمرة، بس هاي المرة أنا طالع محرم يعني، وإن شاء الله ربنا ييسر أمورنا. مبارك حج من شاشة التلفزيون الفجر الجديد إن شاء الله. الله. إذا أجواء مميزة وخاصة ورحلة إيمانية خاصة من خلال شاشة التلفزيون الفجر الجديد. يسعد صباحك ومبارك. الله يبارك فيك. يعني دموع 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 الفرحة إلى ديار الحجازية، يعني لحظات عظيمة، ماذا تقول في هذه اللحظات وأنت تغادرين؟ الحمد لله رب العالمين اللي أطعمنا ويطعم كل مشتهي بعد 12 سنة انتظار، والله يطعم وييسر أمرنا ويتقبلها ربنا، يقدرنا إن نعملها
على احسن وجه ويتقبلها منا ربنا ان شاء الله، ويطعم كل مشتهي ويحمينا الموجودين ان شاء الله. مبارك دائما من خلال هذه الشاشه نتواصل معكم. استاذ يسعد صباحكم مبارك. خليك الله يبارك فيك، خليك ان شاء الله. يعني الفرحه والابتسامه الحمد لله الحمد لله بعد انتظار طويل ان شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين. يعني هذه لحظات عظيمه. اكيد اكيد اكيد. قبل المغادره من شاشه التلفزيون الفجر الجديد، ماذا تقول في هذه اللحظات؟ الحمد لله رب العالمين، يعطيها لكل انسان بيشتيها، وربنا يوفق الجميع، وان شاء الله انه نقدر نقدم مناسكنا على اكمل وجه ان شاء الله. ورساله يا حجي ماذا توجهها لحجاج بيت الله الحرام؟ انهم يصبروا ويتحملوا ويكونوا على قد المسؤوليه اللي هم رايحينها، ويتذكروا انه هاي فريضه العمر ان شاء الله، الواحد لازم يحافظ عليها قدر الامكان وما يضيعها. ان شاء الله ربنا يتقبل من الجميع ويجعلنا ان شاء الله من المقبولين عنده، وعيننا على اداء المناسك ان شاء الله. وشكرا لكم. مبارك دائما من شاشه التلفزيون الفجر الجديد، اجواء مميزه. يسعد صباحك. اهلا اهلا كيف الحال؟ كيفك؟ الله يبارك فيك. مبارك سلام. الله يبارك خليك. يعني الفرحه واضحه الحمد لله رب العالمين. رحله ايمانيه، وقبل المغادره ما هي اللحظات والشعور؟ شعور مميز الحمد لله رب العالمين. الواحد يعني فريضه الواحد بده يؤديها، وان شاء الله انه الله بيرضى عنا وبتقبل من الجميع. وما هي رسالتك لحجاج بيت الله الحرام؟ الواحد اهم شيء يعني يصبر، هاي رحله يعني ايمانيه، ومعروف انه في شويه فيها تعب مش نزهه يعني، فالواحد يدير باله يعني يصبر ويدير باله على الاخرين يعني يساعدهم قدر الاستطاعه ان شاء الله. مبارك وما شاء الله، يعني النور النور يشع. بارك الله فيك. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير. الحمد لله والشكر لله على عطاء، الحمد لله على رضا، الحمد لله اللي رزقنا هذه نعمه الحج والركن الخامس من اركان الاسلام. الحمد لله على عطائه. الحمد لله. مبارك يا حجي، بارك الله فيك. بالتوفيق ورحلة إيمانية مميزة. منكمل معاكم جولتنا الصباحية بصحبة شاشة التلفزيون الفجر الجديد، أجواء إيمانية ورحلة موفقة قبل المغادرة للديار الحجازية. ما هي وصف الشعور بسعادة؟ شعور يوصف. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا الواعظة فائدة حماد، طالعة مع الورشة مع الحملة مرشدة. يعني شعور لا يوصف، الجسد هنا ولكن الروح في هذه البلاد. أعظم فرض فرض علينا الله سبحانه وتعالى، وأنعم علينا بهذه النعمة. فرب العالمين نادانا ونحن استجبنا، فنقول لبيك اللهم لبيك. إن شاء الله يغفر لنا ذنوبنا، ورب العالمين يكرم الباقيين الذين لم يحالفهم الحظ هذا العام إن شاء الله. إن شاء الله. مبارك دائما دائما من شاشة التلفزيون الفجر الجديد. يسعد صباحك يا حجي. مبارك سهلا. الحمد لله يعني عمره. استعداد وانبساط بهذه. الحمد لله في أحلى من هيك يعني؟ ربنا أعطانا إياه والحمد لله رب العالمين. الله يعطيه لكل واحد مشتهي يا رب العالمين. مبارك يا حجي من شاشة التلفزيون عمرك وخليك عقبال عندك. الله يبارك. الله يسلمك. إذا أمنيات وأيضا رحلة. يسعد صباحك. مبارك سلام. الله يبارك فيك إن شاء الله ويعينكم بزيادة. الله يسعدك. يعني أجواء مميزة وخاصة رب العالمين. الله أكرمنا بها الحمد لله رب العالمين. الله هيك يطعمها لكل إنسان موحد بالله. ونشكر دولة الرئيس وشركة الطنيب ووزارة الأوقاف بالحكام بالواجب وبزيادة إن شاء الله وترتيب النظام. نتمنى لك رحلة موفقة إن شاء الله ومبارك. الله يبارك فيك إن شاء الله أقبل عنكم بزيادة. مبارك. إذا منكمل معكم مشاهدينا ومتابعينا. يسعد مساك يا حجة، وصباح الخير. مساء صباح كل واحد. مبارك حجي. الله يبارك في عمرك وفي أولادك. ما شاء الله مبسوط يا حجي. والله مبسوط بكيت أتمنى هذه الساعة. بعد قديش يا حجي؟ بعد 70 سنة. 70 سنة؟ سأتمنى لهذا اليوم. ما شاء الله. مبارك لا حتي. الله يبارك فيك. والله الحمد لله أجت من الله. العام سجلنا والسنة ما صحناش العام، والسنة سجلنا. هذه قدرة رب العالمين. الحمد لله. كي تقول يا رب ما أموت لا تحج، والحمد لله الله أعطاني إياها. يعطيك العمر والصحة والعافية. الله يخليك. مبارك سلام. الله يبارك فيك. إذن بعد 70 عام تمنت الحج وأتت الحج لها. يسعد صباحك ومبروك يا حجي. الله يبارك في عمرك. يعني ما شاء الله الانبساط ودموع الفرح. الحمد لله. الله يرضى عليك ينطيكم. نعم. يا رب الله يخلي عمرك. ما شاء الحمد الله. لله الله يسعدك. الله يخلي عمرك. انت بتودع اهلك، شو بتقولي لهم؟ ان شاء الله ربنا يطعمها لكل مشتيها، والله يعطيهم اولادي ويرضيهم كلهم. الله يرضى عليهم ان شاء الله. مبارك حجي. مبارك. الله يبارك في عمرك. مبارك تروح ترجع بالسلامه. وحجي يسعد صباحك ومبارك. الله يبارك فيك وظل عمرك ويعطيك يا رب العالمين. حجي يعني هذه دعوات وايضا تتمنيها للغير؟ لكل الناس بتمناها، ويعطي كل الناس اللي باله ربنا يعطيها يا الله. لا يخليها في بال حدا يا حبيبي. مبارك يا حجي ان شاء الله تروح ترجع بالسلامه. ظل عمرك وينطيك ويرضيك. الله يسلمك. اذا دعوات. يسعد صباحك يا حج. الله يصبح اخوان. مبارك. الله يبارك عمرك ان شاء الله. منور ومبسوط. الله ينور قلبك بالايمان ويرضى عليك. الله يوفقك. الله لا يرميك ويخليك.
امين امين يا حاج، الله يرضى عليك، يستر. انت يعني ما شاء الله مبسوط يا حاج؟ والله ابسط مني ما بقي، مبسوط كثير والله يا عمي. بعد قديش حج انت حصلت على؟ والله السنه والثانيه اخذتها. مبارك يا حج، الله يبارك وعمرك، روح ترجع بالسلامه يا رب. الله يسلم عمرك ويرضى عليك وييسر امرك. شكرا لك يا حج. اذا دائما من خلال شاشه تلفزيون الفجر الجديد نتواصل معكم في هذه التغطيه المباشره صباح ووداع دائما حجاج بيت الله الحرام. تعودنا من خلال هذه الشاشه الوداع واستقبال حجاج بيت الله الحرام في هذا الاجواء والرحله الايمانيه الخاصه. أستاذ فخر يسعد صباحك. صباح الخير ورحلة موفقة إيمانية إن شاء الله. مبارك، الله يبارك فيك. يعني شعور عظيم بهذه الرحلة والاستعداد لهذه الرحلة. هي أمنية كانت. نعم. بعد قديش كم سنة؟ من سبع سنين. تسع سنين. إيه. يعني الشعور وأنت شعور تغادر هذه الرحلة، شعور لا يوصف الحمد لله. ماذا توجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام؟ أتمنى على كل الحجاج أنهم يروحوا ويرجعوا بالسلام إن شاء الله. نعم. وأيضا دعواتك ماذا ستكون هناك في ديال الحج؟ على كل جميع المسلمين لأمة الإسلام أنه الله ينصرهم. أنت ومين طالع؟ أنا وخالتي. أنت وخالتك. حج صباح الخير. صباح الخير. أول شيء مبارك حج. الله يبارك فيكم ويرضى عليكم. يعني استعدادك لهالرحلة كيف؟ الحمد لله إن شاء الله خير. إن شاء الله الحمد خير. لله إن شاء الله. ما شاء الله. شو توجه رسالة للحجاج يا حج؟ شو بدك تحكي لهم في هاي اللحظات؟ اللي بتودعيهم؟ بودعهم الله ينطيهم ويرضى عليهم. يوفقكم ان شاء الله. ويوفقك ومبارك. الله يبارك لنا ويبارك لهم. ان شاء الله الله بنطيهم يا الله مثل مبارك. الله يبارك لك. حج فخر ان شاء الله. حاولنا ان قدمنا استرحام وعلى اساس اني اطلع معه. ظروف ما كانت سامحه لنا من 3 سنين ايام ما ثبتوا الاسماء. هسه فرصه الي، يعني حاولت ان استعطفنا ما خليناش حدا للوزير. ما في مجال انهم يطلعوني زبروا فيي، فحرام عليهم. بحملهم المسؤوليه، حرموني اني احج انا وزوجي. فبحملهم المسؤوليه لكل المسؤولين بما فيهم الرئيس. لما عمل كوتا الرئيس لازم كانت حالات خاصه من ضمنها انا. ما بصير زوجي يطلع وانا ما اطلع معه، وانا نفسي اني احج. هاي رساله فرصه هياتني بوجهها للوزاره وللرئيس على تلفزيونكم من خلال تلفزيون الفجر. وشكرا لك انك كنت في هالمقابله. ان شاء الله ان شاء الله توصل رسالتك وحج مبرورك وتوصلك الرحله ايضا كمان مره. ان شاء الله ان شاء الله. حج مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. يعني رحلة ليست كأي رحلة، شعور في هذه اللحظة. شعور لا يوصف جدا كثير، يعني شعور فرح كبير إنه الواحد راح يحج. هذا يؤدي أكبر فرد، يعني الحمد لله رب العالمين. أنتم مين؟ أنا وزوجي نضال ظريفة. طيب يعني يعني بعد انتظار كم سنة؟ والله سجلنا أول سنة والحمد لله طلعنا الحمد لله رب العالمين. من زمان كنا متمنيها والحمد لله ربنا أعطانا إياها الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وماذا تقولين في هذه اللحظة؟ الحمد لله. الله يا ربي إن شاء الله بنروح بالسلامة وبندعي للجميع يا ربي ويحسن الحال لأحسن حال يا رب. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يخليك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. إذا أجواء ما شاء الله يسعد صباحك ومبارك. الله يبارك فيك. يعني انتظار طويل ورحلة اليوم إلى ديار الحجازية. العالمين الحمد لله. الله يكرمنا وإن شاء الله بنوصل بالسلامة وبنذكركم بالخير. إن شاء الله الله بيفك أسر الأسرى إن شاء الله الجميع، بفرج كرب المهمومين والمظلومين إن شاء الله ويا رب العالمين تفرج كربنا إن شاء الله. مبارك من شاشة التلفزيون الجديد. يعني أجواء مميزة وخاصة. الحمد لله رب العالمين، ربنا أطعمنا إياها وأكرمنا إياها. إن شاء الله الله يطعمها للجميع إن شاء الله. راح تكون رسالتك في هناك في ديار الحجازية الفلسطينية للأسرى للشهداء. للأسرى وللشهداء الله ينصرهم ويسويهم يا رب العالمين يا الله. عاديهم على من ظلمهم يا رب العالمين يا الله. روح سالمين ونرجع سالمين يا رب العالمين يا الله. مبارك. إذا شاشة تلفزيون الفجر الجديد تبقى معكم في هذا الصباح دائما في وداع حجاج بيت الله الحرام. دائما يسعد صباحك. يسعد صباحك. مبارك. الله يبارك فيك يا رب. يعني الله عليك. مش أي فرحة. والله والله. وصفك لهذه اللحظة. والله شعور لا يوصف الأمانة. والله شعور لا يوصف. يعني صعب الواحد إنه يعبر عن الشعور إلا في داخله بس، يعني بأماني والله. نعم. إذا مبارك. طيب رسالتك لحجاج بيت الله الحرام شو بتحكي لهم؟ والله بدها يعني من أول لحظة إنه الصبر ويعني تعرف هاي رحلة مشقة ويكون الإنسان عنده صبر ويتحلى بروح الأخلاق العالية إن شاء الله. نعم. المشقة طبعا الأجر بقدر المشقة. وأستاذ يعني اليوم إلى ديار الحجازية شعور مختلف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني شعور حقيقة لا يوصف.
لأنه ذهاب لأداء ركن من أركان الإسلام ومن أعظم أركان الإسلام، ولذلك هذه رحلة يعني هي لله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى، وما كان لله فالإنسان يكون سعيدا بأدائه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومن جميع الحجاج إن شاء الله تعالى، وأن يرجعهم سالمين غانمين إلى ديارهم. بارك الله فيكم. مبارك يا حاج ويسعد صباحك. مبارك للجميع. طالب أبو هاني إنا بحياك الله أستاذ. طالب أبو هاني ما شاء الله يعني النور يشعشع قبل الذهاب إلى ديار الحجازية إن شاء الله رب العالمين. يعني شعور يعني بعتقدش إنه في فرحة زي الفرحة. لا أعتقد يعني فرحة مرضش، لأنه لأول مرة إنه واحد طالع يؤدي فرض الحج وتارك أهله وأحبته وبلده وذهاب سعيا لرب العالمين. نعم، وماذا توجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام؟ طبعا أهم شيء أنه يكون عندهم الصبر والتعاون بين بعض إن شاء الله رب العالمين. مبارك يا حج، تروح ترجع بالسلام إن شاء الله من شاشة تلفزيون الفجر الجديد. ما شاء الله يعني كل من يذهب إلى الديار الحجازية ما شاء الله فرحة مميزة وابتسامات. الله بارك فيك أستاذ. هاي لحظات عظيمة. الحمد لله. نعم. الحمد لله رب العالمين. ربنا من علينا هالفريضة إن شاء الله إن نكون عقدا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. شو بتوجه رسالة للحجاج؟ طبعا التعاون مع بعض والصبر، وإن شاء الله نكون إخوة مع بعض متماسكين مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله. مبارك مبارك. إذن أجواء الوداع، أجواء الوداع إلى ديار الحجازية دائما مميزة وخاصة. يسعد صباحك ومبارك. خير أستاذ، الله يبارك فيك. كيفك؟ والله الحمد لله رب العالمين. مبسوط بهالرحلة؟ الحمد لله رب العالمين. مع مين رايح؟ مع الوالد إن شاء الله. مع الوالد. كيف كان أجواء القبول لهذه الرحلة يعني لما طلعت لكم؟ والله الحمد لله رب العالمين، فرحة لا توصف. الحمد لله رب العالمين. حجي مبارك. الله يبارك فيك يا خيالتي، يبارك بعمرك إن شاء الله. يعني والله الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فرحة كبيرة يا خيالتي، الحمد لله اللي الله نعم علينا فيها، وإن شاء الله تبقى رحلة سهلة ورحلة ميسرة إن شاء الله. رب العالمين الله يبارك فيك، الله يخليك إن شاء الله. إذا نكمل معكم مشوارنا الصباحي في هذه الرحلة. يسعد صباحك. أهلا مبارك. صباح الخير، الله يبارك فيك يا رب. كيف حالك؟ كيف هالأجواء؟ والله الحمد لله رب العالمين، مبسوطين الحمد لله وسعداء نروح على الحج الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تروح ترجع بالسلام. الله يسلمك يا رب. الله يسلم. الله يبارك فيك. مبارك. إذا نكمل معكم مشاهدينا، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا مبسوط. طبعا مبسوط. نعم. الحمد لله رب العالمين. وصف. وصف لا يوصف. وصف لا يوصف باختصار. باختصار إن شاء الله رحلة إيمانية من أروع ما يكون. نعم. ودعواتكم دائما إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. مبارك مبارك. إذن الدعوات لفلسطين للأسرى للشهداء من خلال رسالة حجاج بيت الله الحرام. يسعد صباحك حج، مبروك. الله يبارك فيك. مبسوطة كثير. الحمد لله رب العالمين. دائما دائما الحمد لله رب العالمين. الهمة عالية. الحمد لله. مبارك مبارك إن شاء الله. مبارك. منكمل معكم. يسعد صباحك ومبارك. يعني سعادة لا توصف ان شاء الله. والله الحمد لله رب العالمين. اكيد بتقول الحجه. الحج حمد. الله يخليكم ان شاء الله وتروح ترجع بالسلامه. بسلمة. يعني ترتيبات خاصه للحج اكيد. لابد ان شاء الله. حجه دعواتك ان شاء الله. الله يرضى عليك. يرضى عليك يا حج يا رب. الله انت كل واحد مشت ان شاء الله. ان شاء الله وتروح ترجع بالسلامه. الله يرضى عليك في الكسره ان شاء الله. الله يسعدك. يرحم شهدائنا. مبارك. ويرحم ان شاء الله شهدائنا. الله يرضى عليك. مبارك مبارك. أجواء إيمانية ورحلة إيمانية. يسعد صباحك. مبارك. يسعد صباحك أستاذ منتصر، حياكم الله. أهلا وسهلا. يعني حج من أولها. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بهذه النعمة الطيبة. طبعا منها يعني تلفزيون الفجر الجديد نوجه لكم يعني هذه التحية المباركة قد نقول عنها في هذا الصباح المبارك بإذن الله، ونسأل الله أن يوفقنا في هذه الرحلة الطيبة إلى مصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى طبعا بيت المقدس. فالحمد لله الذي وفقنا وكان نصيبنا من يعني خلينا نقول اللحظة الأولى أول مرة صراحة نقدم للحج، وكان نصيبنا طيب والحمد لله أنعم علينا بهذه النعمة المباركة. مبارك. أنا وحاجتي طبعا اللي هي متوفيق شوفك. متوفيق مبروك. الله يبارك فيك وخليك. هالشعور عظيم. تسلم. الحمد لله. الحمد لله. الله إن شاء الله يشعرها كل مسلم يا رب إن شاء الله. إن شاء الله. مبارك. الله يبارك فيك. شكرا. مبارك. إذن منكمل معكم مشاهدين متابعينا. أجواء يسعد صباحك ومبارك كمان مرة. صباح الخير. حياك الله. يعني استعداد مميز وخاص. الحمد لله رب العالمين. الحمد
الحمد لله. نتمنى لكم دائما التوفيق ورحله موفقه يا حجي. اهلين، الله يسلمك، خلي اولادك يا رب. مبارك ان شاء الله. الله مبارك. يبارك فيك ان شاء الله، الرحله توفقك رب العالمين ووفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. اذا دعواتهم جميعا برحله موفقه ان شاء الله وعوده ميمونه. يسعد صباحك ومبروك. صباح الورد، الله يبارك فيك ويبارك. يعني الكل ما شاء الله سعيد ومبسوط. احلى رحله طبعا. نعم. للكل للجميع. بتوجه رسالة للحجاج ايضا. بتمنى ان شاء الله تعالى كل انسان الله بنادي للحج، بدعوه للحج ان شاء الله بلبي له، ان شاء الله ربنا بدعو لكل مشتاق من هو مشتاق لانه يروح يحج ان شاء الله ربنا بيه. ان شاء الله نتمناها للجميع. حج يسعد صباحك. الله يصبحك بالخير. شو دعواتك يا حج؟ الله يا رب يهدي بالنا وبال الجميع يا الله. يسر ان شاء الله. حج مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك ويبارك. ان شاء الله. اذا اجواء مميزه وخاصه. يسعد صباحك يا حجي مبارك. صباح النور. اهلا وسهلا. مبسوطه يا حجي؟ الحمد لله مبسوطين. الحمد لله. الحمد لله اعطانا ربنا والحمد لله ويعطي كل الناس ان شاء الله. بعد كم سنه يا حجي؟ عمره 61 سنه. بعد كم سنه اجتك؟ اول مره جنه. اخر ناس طلع لنا اول ناس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبارك يا حجي مبارك. اذا ما شاء الله ما شاء الله اجواء مميزه خاصه. صوتك قبل المغادره الى ديال الحجاز. يعني اول شيء زي ما قالوها الفرحه زي ما كانوا يقولوها زمان، لا هي فرحه الصبيان ولا فرحه العرسان ولا النجاح ولا النجاح الا فرحه زياره النبي العدنان. يعني هاي هي فعلا هي الفرحه اللي بتعم القلب ويعني بتحس احساس غريب لا يوصف. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والله يطعمها لكل إنسان موحد بالله. وهي يعني بتهيأ لي إنه فيش واحد بتمناش إنه يعني يكون معانا من صغير ومن كبير. لسه صغار صاروا يعني بيحبوا الرواح وبيحبوا الحج والعمرة وزيارة قبر الرسول وزيارة مكة المكرمة أكثر من الكبار. بقول لك لأنه إحنا يعني خلينا ننتهز فرصة إن إحنا لسه شباب وإحنا أقوياء ويستغلوا شبابهم في طاعة الله. أهم شيء. مبارك حجي. الله يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك ويبارك لكم في هالقناة يعني العظيمة اللي هي فعلا سباقة في تغطية كل الأحداث اللي بتحصل في طول كرم وخارج طول كرم. حج مبروس على مشكور التجارة لنتبور إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شكرا. إذن أجواء ما شاء الله أجواء إيمانية. صباح الخير يا حجي. صباح النور. منور يا حجي. الله ينور عليك يا رب. مبسوطة للرحلة؟ الحمد لله والله. الحمد مبسوطة لله. مبسوطة يعني. الحمد لله دائما. من وين حجي؟ يا رب العالمين. من سفرين. أهلا وسهلا بك يا حجي. تروح ترجع بالسلام إن شاء الله. أمنياتك بهالحج؟ الله يسلمكم والله كل إشي متمني مليح إن شاء الله ونرجع سالمين وهادين البال ويطعم على كل مسلم. آمين. موحد بالله يا الله. آمين يا حجي آمين. إذن ما شاء الله ما شاء الله أنوار أنوار يعني أنوار للرحلة الإيمانية. يعني ما لحظات عظيمة حج. يعني ماذا تقول في هذه اللحظات؟ الحمد لله. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. إنها لحظات السعادة، إنها لحظات كل الفرح بزيارة بيت الله الحرام، وإنها لأول مرة. ولكن نتمنى للجميع يا رب العالمين لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى إنها رحلة سعادة يا رب العالمين. طب ماذا توجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام؟ رسالة لهم الدعاء. الدعاء للجميع لجميعنا للأسرى للشفاء جميع الجرحى لأسرانا للجميع يا رب العالمين. تروح ترجع بالسلام إن شاء الله. مبارك عليكم والله يبارك فيكم. قناة فجر الإجراء رائعة وجميع إعلام فلسطين ولمحافظة طول كرم كل سعادة يا رب العالمين. من قبل معكم مشاهدينا التغطية المباشرة من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد. أجواء رائعة جدا، رحلة إيمانية حجاج بيت الله الحرام في الوداع. وأيضا سنكون معكم في الاستقبال. يسعد صباحك ومبروك يا حج. الله يبارك فيك. صباح الخير. مبسوط يا حج. الحمد لله. الحمد لله. شو رأيك شو شعورك الآن يا حج؟ بألف نعمة. مبسوط؟ الحمد لله. شو بتتمنى يا حج في اللحظات؟ كل واحد يوكل هالحجة، كل واحد يتمنى يوكلها. إن شاء الله تروح ترجع بالسلامة يا حج. أهلا وسهلا فيك. هاي دموع يعني أنا شايفك بدك تبكي بس دموع فرحة. الحمد لله. يعني هاي رحلة وفرحة مش أي فرحة. الحمد لله رب العالمين، الله يطعمها لجميع المسلمين يا رب. إن شاء الله ومبارك يا حج. الله يبارك في عمرك يا رب. دعواتك دائما. الحمد لله رب العالمين، دعواتي لجميع المسلمين للأسرى، الله يفك أسراهم والجرحى الله يشفيهم، والله يحرر أسرانا يا رب ويحرر القدس الشريف من الاحتلال يا رب العالمين. إن شاء الله يا حجي. يا رب العالمين. شاشة تلفزيون الفجر الجديد دائما من خلال هذه الشاشة. يسعد صباحك. صباح النور. مبارك.
الله يبارك عليك يعني. الله أخوي ولا أمي إن شاء الله. مع بعض أنتو؟ هم اثنين إن شاء الله. اثنين آه يعني. طيب شو بتقول لحجي في هاللحظات يعني ويتودع فيكم؟ والله يعني إحنا طبعا دائما زي ما كنا دموع الفرح، إن شاء الله بتروح وترجع بالسلامة حج المبرور، وسعيد مشكورا لهم، إن شاء الله طريقكم نور وسلام عليهم. انبساط وفرحة ومع الحج إلى الديار الحجازية يعني. الحمد لله رب العالمين. شعور لا يوصف صح؟ الحمد لله رب العالمين، بركة من رب العباد، طبعا شعور وفرحة لا توصف. هي ماذا تتمنى في هذه اللحظات؟ بتمنى الخير لكل الناس وتروح ترجع بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله مبارك حج. أيضا الدور النسوي في هذه الرحلة الإيمانية في الإرشاد، وأيضا إرشاد النساء في حجاج بيت الله الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير للجميع. إن شاء الله ربنا تعالى يهدي بالنا وبال الجميع يا رب الحجاج على هذه الرحلة، وبتمنى لهم للجميع رحلة سعيدة وموفقة. طبعا الدور النساء اللي بما أنه عدد النساء يزيد دائما عن عدد الرجال في هذه الرحلة، فهناك ضرورة ملحة دائما لوجود مرشدة تقوم على رعاية النساء وخدمتهن ومعرفة احتياجاتهن في الرحلة. طيب ما هي إرشادات أو تعليمات خاصة للحجاج فيها قبل الخروج؟ أول شيء طبعا وجود الأوراق، جميع أوراقهم تكون معاهم، لأنه إحنا بنمر نتيجة الاحتلال والوضع اللي إحنا عايش، إحنا بنمر على عدة نقاط حدودية، فأول عمل بيعمله الحاج تفقد أوراقه الرسمية، جوازه، الكرت الأخضر، هويته. طبعا تاني شيء بعد الأوراق اللي هي الأدوية، كل حجي بقى معها أدوية، كل حجي معها أدويتها الخاصة فيها، وتعرف المرشدة والمرشد إنه أنا عندي مرض كذا كذا، منشان إحنا برضو نبقى عارفين الوضع الطبي اللي هنتعامل معها خلال الرحلة، بدون يعني حتى نقول نسرع بعملية المتابعة للحج، إني أنا عارف تاريخه المرضي. دائما بتصرف وجود طبيب معايا على طول، بتاخذ كل الاجراءات اللازمه للحج او الحجه. مثلا باختصار احنا بناخذ العبر من السنوات السابقه، المعيقات والسلبيات، ونحتاط ايضا بشيء جديد لتسهيل طبعا وتوفير الامكانيات المسهله دائما لحجاج بيت الله الحرام. هل من جديد لحجاج بيت الله الحرام؟ الجديد انه البرنامج للحجاج هذا العام برنامج يعني من انظف وانظم البرامج على الإطلاق، يعني سنوياً في تقدم. سكنات المدينة ممتازة، سكن مكة ممتاز، سكننا إحنا العام كحجاج. الجديد السنة الخيم في عرفة، خيم نظيفة ومرتبة ومنظمة، مش خيم زي ما بيعرفوا الحجاج يعني بسيطة وبدائية، لا الخيم نظيفة ومرتبة. الموقع العرفة برضو ممتاز. الترتيبات من الوزارة أو من الأوقاف دائما يعني متجددة ولصالح الحاج. نعم، نقول لكم من شاشة تلفزيون الفجر الجديد مبارك ورحلة موفقة إن شاء الله. إن شاء الله، بتمنى للجميع رحلة موفقة وإيمانية ومريحة وعودة سالمة إن شاء الله. وسنكون التواصل معكم من خلال شاشة تلفزيون لإطمئنان على حجاج بيت الله الحرام إن شاء الله. إن شاء الله تعالى إحنا مستعدين للتواصل معكم، حتى ان نضل على نطمنكم على اهاليكم معانا، وارقامنا موجوده ومفتوحه للجميع، اي حد بحب يتصل يسال عن حجاجه احنا مستعدين ليل ونهار. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك وطول عمرك، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله، والله اكبر نعمه من الله، الحمد لله. الله يعطيها لكل مؤمن ومسلم بامن بالله. الله يعطيها لكل مؤمن ومسلم. مبارك امين, آمين. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك ويرضى عليك ان شاء الله. اقبال عندكم، والله بنطيها لكل المسلمين بجاه محمد، جميع المسلمين ان شاء الله. ان شاء الله مبارك ترجع بالسلامه. دائما شاشه تلفزيون الفجر الجديد حاضره في كل مكان، وفي هذا الصباح اجواء مميزه. اول شيء مبارك الحجي، صباح الخير. صباح الخير، يعني كيف الاستعداد لهالرحله؟ الحمد لله رب العالمين. مبسوطه كثير، مش كاي انبساط او اي فرحه ثانيه؟ اي فرحه، مش احلى من الفرحه هاي، ولا فرحه ولا فرحه ولا فرحه مثل فرحه زياره النبي. الحمد لله مبارك سلف يا حجه. اذا ليست كاي فرحه، فرحه مميزه وخاصه رحله ايمانيه الى الديار الحجازيه. مبارك يسعد صباحك. الله علينا صباح النور. مبسوطه يا حجه؟ الحمد لله رب العالمين. مع مين انت؟ مع الحج؟ مع جوزي. الله يخليكم وتروح ترجع بالسلام ان شاء الله. الله فيك، الله يخليك حجي. يسعد صباحك. علينا يسعد صباحك. مبارك
نعم مبارك الحج. الله يبارك بيك، الله ينطي لك كل مشتاق. ان شاء الله تروح ترجع بالسلام يا رب. كثير المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. امين يا حج، امين امين. اذا مبارك، فرحه كبيره وعظيمه في هذه اللحظات، يسعد صباحك ومبارك. الله يبارك فيك يعني مستعد ان شاء الله. مبسوط ان شاء الله. ان شاء الله تروح ترجع بالسلام ان شاء الله. يقبلها منا ان شاء الله. ان شاء الله يتقبل منكم دائما. رحله ايمانيه، يسعد صباحك ومبروك. صباحك الله يبارك فيك. شكرا. مبسوط كثير كثير. والله الحمد أكيد. لله الحمد لله. تروح ترجع بالسلام ان شاء الله. الله مبارك. الله يسلمك. شكرا. الله يبارك مبارك. اذا رحله خاصه ومميزه، اجواء ايمانيه واستعداد لهذه الرحله. يسعد صباحك مبروك. صباح الخير. الله يبارك فيك يا رب. مبسوط كثير ولا شوي؟ الحمد لله رب العالمين، فضل من الله. الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله برزقها لجميع المسلمين. ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله يعني شعور عظيم. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل من الله انه طلع لنا نصيبنا احنا كان. ان شاء الله مبارك مبارك. حجه مبروك. الله يبارك في عمرك. الله يرضى عليك. استعداد وانبساط. الحمد لله هذا من لله كرمه علينا. الحمد لله رب العالمين. مبارك حجه مبارك. اذا من خلال شاشه التلفزيون الفجر الجديد بنكمل معاكم دائما لقاء حجاج بيت الله الحرام في هذا الوداع. يسعد صباحك مبارك. صباح الخير. اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. يعني انت مستعد لهالرحله الايمانيه وما شاء الله الوجه منير. الله ينورك. الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، مستعدين استعداد حثيث ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله بنروح ونجي بالسلام وندعو لكم ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق ورحله موفقه. تروح ترجع بالسلام دائما من خلال شاشه التلفزيون الفجر الجديد. يسعد صباحك مبروك. الله يبارك فيك. الله يخليك ربنا. مبارك من شاشه التلفزيون الفجر الجديد. مبارك حجي. الله يبارك فيك وعمرك ان شاء الله. الله يطعمها لكل مسلم ان شاء الله. الله يسلمك. الله يخلي عمرك. اذا دائما من خلال هذه الشاشه مبارك تروح ترجع بالسلام. الله يسلمك. مبسوطين ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يعني ترجع بالسلام. الله يسلمك وكويك وكويكم وديمكم دائما إلا ظخر. الله يسعدك مبارك. الله يبارك فيك خليك تسلم. الحمد لله رب العالمين. فيش احسن من هيك انبساط يعني. ان شاء الله واحد على بيت الله الحرام ان شاء الله. ان شاء الله ترجع بالسلام ان شاء الله. مبارك مبارك يا حج. الله يبارك فيكم ويخليكم ويوفقكم يا رب لعمل الخير ان شاء الله. وتروح ترجع بالسلام ان شاء الله. حجي يسعد صباحك. حياك الله. منور يا حج ان شاء الله بوجودك. تروح ترجع بالسلام ان شاء الله. الله يسلمك ووفقك. الله يبارك فيك. اذا عطشنا من بئر زمزم نشربه. الله اكبر من بئر زمزم نشربه. الله اكبر. هيا ونزوره في قلبي شعشع نوره. صباح الخير. نتمنى من الله العلي القدير أن يذهبوا سالمين غانمين وأن يعودوا سالمين غانمين حجاج فلسطين. نتمنى أن يتقبل الله طاعتهم جميعا. نحن كشرطة متواجدين منذ الصباح الباكر لكي نودع حجاج بيت الله الحرام ونقول لهم أن أبناءكم وأهاليكم نحن سنقوم على رعايتهم وتأمينهم كأنكم أنتم حاضرون في بلدكم طول كرم. وإن شاء الله يتقبل الله طاعتكم في البلاد الحجازية. نتمنى لهم العودة والسلامة وهذا واجبنا. وستقوم أيضا الشرطة بتأمينهم حتى حاجز عناب. ويوجد هناك ترتيبات على معبر بر الكرامة. الشرطة أيضا متواجدة ويوجد هناك تسهيلات لحجاج بيت الله الحرام. إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور. قعدتنا في جوال بنشترك مع مشتركينا في كل المناسبات. السنة كانت مميزة وكانت سنة غير. حبينا نتعاون مع مشتركينا وخاصة الحجاج ونطلق لهم باقة من الحزم للاتصال والإنترنت المفتوح على الشبكة الأكبر في السعودية موبايلي. كان لها أثر كبير على مشتركينا. فأنت اليوم مش بحاجة أنك أنت تشتري شريحة من هناك أو تستخدم الاتصال هناك بكلفك 3 ريالات أو 2 ريال ونص. أنت هنا بمكانك هلا تستخدم شريحة جوال نفس رقمك نفس الميزات اللي انت موجود فيها. بس نشركك في الحزمة بتحكي تقريبا 46 و 47 أجورة للدقيقة. بالإضافة إلى النت إنك مفتوح زي ما بتعرف إنه التواصل الاجتماعي والإنستغرام والواتساب كله هلا صار حاضر في مكالماتنا واتصالاتنا. جوال زي ما تعهدت دائما لمشتركيها بالخدمة الأكبر بالخدمة الأفضل. يعني خدمتنا لمشتركينا تنتج مش من 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 فراغ. لا احنا مشتركين بنعتز فيهم وبالتالي الخدمه لهم نعطيهم افضل خدمه بجوده عاليه.
زي ما انت شايف موظفينا وموظفات من الصباح الباكر من الساعة 2:30 صباحا حضروا إلى المكان، استعدوا مع المشتركين، أقاموا ما بينهم مشتركينهم بتفعيل الحزم على الجوالات، استخدام كيفية استخدام الحزم هناك، استخدام الشبكة اللي هناك، كل هذا كان حاضر معنا من 2:30 صباحا إلى الآن. نهاد، يعني أنتم في كل سنة جوال لها رؤية جديدة وأيضا خدمة جديدة لحجاج بيت الحرام حتى تسهيل التواصل ما بين الفلسطينيين في السعودية الحجاج وأيضا فلسطين في الداخل. نعم صحيح، صعوبة شراء شريحة في السعودية كان لها أثر كبير. اليوم مشان تأخذ أنت شريحة من السعودية تحتاج إلى بصمة، والبصمة فقط للمقيم أو للمواطن، فبالتالي صعوبة الوصول إلى شريحة. كان من هذا الأثر إن إحنا نتعاون مع مشتركينا ونتعاون إحنا وياهم للداخل، وفلسطين 48 اللي هم موجودين معنا وحاضرين معنا، وكانوا لهم أثر كبير عنا باستلامهم شرائح لجوال، ويعني أخذ شريحتين، شريحة موجودة في الداخل وشريحة موجودة معهم بالسعودية. زي ما أنت بتعرف ما في مجال هناك لشرائح الإسرائيلية موجودة بالسعودية مفصولة عنهم، فبالتالي كانوا يأخذوا شريحة الجوال ويشبكوا على شبكة أورانج هون ويكون معهم شريحة موجودة معهم بالسعودية إرسال واستقبال. السنة هاي كانت مميزة جدا بالأسعار، يعني هذا اللي كان أثر كبير عندنا، إنه أنت بتأخذ 420 دقيقة بتأخذ نت مفتوح فقط 199 شيكل، يعني سعر الدقيقة 46 أغورة زي المكالمة المحلية إرسال واستقبال، وهذا كان له أثر كبير. شو بتوجه رسالة أخيرة لحجاج بيت الحرام من جوال؟ احنا بجوال دائما معكم، بنحكي نتمنى لكم الحج مبرور وسعي مشكور وتجاره لن تبور ان شاء الله، زي ما احنا ودعناكم من طول كرم ان شاء الله بنستقبلكم في طول كرم، وبنحب نحكي لحجاجنا انه مش موظفينا بيستنوكم في المعابر، في معابر الفلسطينيه لتسليم لكل حاج موجود هناك هديه كامله للحاج من جوال. شكرا لك نهاد، ولا يهمك، شكرا لك. احنا كالعاده كما عودنا دائما المشتركين الجدد والمشتركين الحاليين انه دائما نقدم لهم حملات مميزه للحج. من ضمن هاي الحمله السنه هاي كانت في حمله عباره عن حزم، بيقدر يختار الحج بيقدر يختار حزمه من ثلاث حزم موجوده اللي عباره عن 100 دقيقه ارسال واستقبال، بتجول فيها على شبكه زين نعم داخل السعوديه، وبتجول فيهم على شبكه امنيه او اورنج داخل الاردن. في عنا كمان حزمه اللي هي بتكون عباره عن حزمه اتصال واستقبال بقيمة 60 دقيقة، وكمان بيكون معاه جيجا ونص انترنت يقدر يتجول فيهم داخل الأراضي السعودية وداخل الأردن. كمان في عندنا الحزمة الكبيرة اللي حزمة عبارة عن 150 دقيقة اتصال واستقبال زائد انترنت مفتوح، هاي لأول مرة بتصير عنا، ومتميزين دائما نقدم هاي العمليات الجديدة دائما بتكون موجودة للحجاج، ودائما ما في أي مشكلة عندنا. قد ما نقدر نحاول نقدم مساعدات للحجاج بشكل مباشر وبشكل يخدم مصالحهم ويكون على تواصل مع أهلهم. نعم، يعني في كل مرة في كل سنة تقدم تسهيلات كوطنية موبايلة حجاج بيت الله الحرام، يعني السنة غير كما يقال. صحيح، وإن شاء الله السنوات الجاية أفضل وأفضل. نحن بالوطنية موبايلة بنسعى دائما إنه نقدم أفضل التسهيلات وأفضل عروض لمشتركينا بالوطنية موبايل. نعم، ورسالة أخيرة ما توجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام في وداعهم في هذا اليوم. إن شاء الله يا رب روحوا بيرجعوا سالمين، وبربنا بتقبل لهم الحج وبيرجعوا سالمين لأهلهم. وألف ألف ألف يعني إن شاء الله طلع له الحج السنة هاي تمام، اللي ما طلع له الحج السنة الجاي بيكون إن شاء الله من الطالعين. شكرا للوطنية موبايل وممثلها، دائما حضوركم المميز من خلال هذه الإطلالة المميزة من خلال شاشة تلفزيون الفجر الجديد. مشاهدين ومتابعينا، كنا في وداع حجاج بيت الله الحرام، الحضور الشرطة أيضا الوطنية جوال كل المؤسسات الداعمة وتقدم تسهيلات الخاصة لحجاج بيت الله الحرام. كنا من خلال هذه الشاشة متواصلين أول بأول في بث حي مباشر رفقة الزملاء براء عمر على جلاد، ومني أنا منتصر العناني، يسعد صباحكم. دائما نقول لحجاج بيت الله الحرام حج مبرور، سعي مشكور، وتجارة لن تبور. كنا في وداعكم وسنكون في استقبالكم إن شاء الله دائما دائما من شاشة تلفزيون الفجر الجديد. مبارك للجميع، إلى اللقاء. حج مبرور، سعي مشكور، أكرمنا رب السماوات بالحج قبل الممات، أكرمنا رب السماوات بالحج قبل الممات، وأسعدنا وأسعدنا وارحمنا يوم النشور.